دلوقتي هتكلم على موضوع آخر مهم جدا في مرضى السكر، وهو موضوع التهاب الأعصاب الطرفي. الحقيقة التهاب الأعصاب الطرفي مضاعفة من مضاعفات مرض السكر، وللأسف بتحصل كتير جدا، وخصوصا طبعا مع الناس اللي هم مش ضابطين السكر بتاعهم. بيشعر المريض بآلام في الرجلين، بالذات في الأطراف وبالذات في القدمين. بيشعر بحرقان، بيشعر بالسخونة، بيشعر بلسعات، بيشعر ان هو مش عارف ينام منها. وطبعا اخطر ما في الموضوع انه ممكن نوصل لحاله عدم الاحساس في القدمين، وبالتالي بيتعرض لمشاكل سيئه جدا بعد كده. الحقيقه الالام بتاعت التهاب الاعصاب الطرفي هي الجزء الخاص اللي انا بتكلم عليه. احنا بنحاول نساعده بادويه لعلاج هذه الالام، ولابد انه يتاكد المريض من دكتوره ان العلاج اللي مكتوب هو الدواء فعلا اللي نصح بيه عن كل المؤسسات العالميه المتخصصه في موضوع الالام العصبيه لمريض السكر. في عقاقير موجوده في السوق بتعالج مثل هذه الحالات، وبتدي احساس للمريض بالراحه وبانه يقدر ينام. النصيحة الأخيرة في الموضوع ده إنه دايماً يحاول يتابع دكتوره عشان يشوف هل إذا كان في شيء حديث لعلاج مثل هذه المشاكل ولا ما فيش.